مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في ملخص سباق هذا اليوم والذي راحت من خلال تحديات 20 شوطا لجني ابناء القبائل ضمن برنامج مهرجان سيدي ولي عهد دبي، حيث كانت 12 شوطا خاصه بشوط الانتاج و8 اشواط بالاشواط المفتوحه. نبدا مع حضراتكم اول الانطلاقات واشواط الانتاج، ذهبت مع شواهين وتنحدر من سلاله المرعب بن مبارك بن العود العامري هنا بتسع دقائق ثانيتين سبعه اجزاء من الثانيه والتي لم تذق دعم الهزيمه. تهانين وناموس وسلام الى زاخر سلام لمالك عبد الله بن حمد بن العود العامري. اما الشوط الثاني حضور من شفة خليفة بن سعيد بن سالم بن شيخ الدرعي، حيث قطعت المسافة في 9 دقائق 4 ثواني و7 اجزاء من الثاني. تهانين وناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما الشوط الثالث مشاهدينا الكرام كان الحضور من هباش سعيد بن مبارك المنصوري، انتزع الناموس وهدى الفوز الى مالكه ب9 دقائق 6 ثواني و9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الرابع حضر شاهين نسيب بن مستر العميمي منتزع الناموس ومحققا المركز الاول ب9 دقائق 7 ثواني و7 اجزاء من الثانيه، وسلام الى اهل ند الشبه سلام. اما شوطنا الخامس والجوله الثانيه ذهبت مع مياسه لمالكة سالم بن علي بن قرين سالم بن قرين بن علي العامري، قطعت المسافة 9 دقائق ثانيتين 7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام يا زاخر سلام. أما الشوط السادس حضور مشاهدينا الكرام من قبل الذيبة عوض بن محمد الخاصوني الكتبي، 9 دقائق 5 ثواني 5 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام لأهالي مليحة مع لحظات الفوت الفينش الأخيرة. شكرا مخرجنا وليد البارودي وشكرا كذلك أبو سالم. بينما الشوط السابع اذا مشاهدينا الكرام ظهور من مبشر ناصر بن علي بن عبيد الدرعي، سلام لاهل القوع ايضا بهذا الفوز والانتصار، 9 دقائق 10 ثواني و7 اجزاء من الثانيه. اما الشوط الثامن جعدان مهجنات كان العدملي ايضا ذهب لاهل القوع، والنقطه الثالثه في هذا الصباح لاهل القوع مع العدملي حميد بن عبد الله بن فارس الدرعي الذي قطع المسافه 9 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام والكمال بعد عرقله مع خط النهايه، الا انه استطاع ان ينهض ويقوم من جديد لينتزع الناموس. الشوط التاسع مشاهدينا الكرام حضور هنا من عند الابكار المحليات كانت محبه سعيد بن مبارك العويسي او سعيد بن مبارك عفوا الوهيبي، قطعت المسافه 9 دقائق ثانيه 1.7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وسلام للسلطنه سلام. شوطنا العاشر ذهب مع سمحه حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، ونقطه رابعه للمصانع الجنوبيه واهل القوع، 9 دقائق 3 ثواني 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. اما الشوط الحادي عشر ياتينا مشاهدينا الكرام شاهين دياب بن سليم اليحافي، 9 دقائق 10 ثواني جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس والسلام الى اهالي السلطنه سلام. اما الشوط الثاني عشر واخر اشواط الانتاج هنا في هذا الصباح كان مثير محمد بن معيوف الدرعي، ايضا نقطه خامسه ضمن اشواط الانتاج، 9 دقائق 8 ثواني بالوفاء والتمام والكمال وسلام لاهل القوع سلام، تسجيل اليوم رقم مميز مع اهل القوع بخمس نقاط في هذا الصباح. الشوط الثالث عشر اول اشواط الانتاج المفتوحه مشاهدينا الكرام، حيث كانت هنا زعفرانه فري بن علي بن حمود الظاهري، 9 دقائق 9 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس وسلام يا ابو خليفه السلام على هذا الفوز والانتصار. اما الشوط الرابع عشر كانت الاتحاديه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، حضرت في هذا الشوط ب9 دقائق 3 ثواني وجزءا وحيدا من الثانيه. تهانينا وناموس وسلام منازف السلام. شوطنا الخامس عشر كان وجود مرشح لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، 9 دقائق 6 ثواني جزء واحد من الثانيه. تهانينا وناموس وسلام الى اهالي مرغم سلام. بينما الشوط السادس عشر كان شعار بن مضحيه، حيث كان الظبي ليسجل افضل توقيت في هذا الصباح سالم بن علي بن مضحيه العامري، 8 دقائق 59 ثانيه و5 اجزاء من الثانيه مع جعدان المهاجنات الاصايل. تهانينا والناموس وسلام عيناوي سلام. بينما مشاهدينا الكرام الشوط السابع عشر تأتي هنا رواية لمالكة سعيد بن حمد بن مطر المنصوري، قطعت المسافة 9 دقائق 5 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الثامن عشر حضرت هنا في هذا اللقاء والأداء الجميل الذي قدمته مبشرة، تعود ملكيتها لخالد بن سيف بن محمد الشامسي، قطعت المسافة 9 دقائق و4 ثواني وجزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا التاسع عشر ياتي الزناتي لمالكة مايد بن احمد بن مايد بن مطل الخيلي، مهدي الفوز لاهالي رماح في مدينه العين، 9 دقائق 6 ثواني 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما شوط الختام ذهب مع متعب
حمد بن سهيل بطوير العامري منتزعاً الناموس بتسع دقائق وعشر ثواني وجزءاً وحيداً من الثانية مع شوط الختام مع الجعدان المهاجنات الأصايل تانين وناموس وسلام يا زاخر سلام. هكذا مشاهدينا الكرام كانت النتيجة حاضرة في تحديات هذا الصباح المميز الجميل. في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم سيكون لنا لقاء مشاهدينا الكرام يتجدد بحضراتكم مع شواط الرموز لهجني أبناء القبائل في أمسية رائعة من سن الإذاعة وسن الاستمتاع. إلى أن يحين ذلكم الموعد تقبل أجمل تحية من الأستاذ وليد البرودي وطاقم العمل الفني جميعا لقناة دبي ريسينج والنقل الخارجي لشبكات الهجن العربية الأصيلة. من أمام المايك حمد الضبيب الشامسي أتمنى لكم أوقات سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.